صفة الاغتسال، كيفية الاغتسال. دوادو غسل يرقزر بشتانر. الاغتسال على صفتين. أب صفة طوي أش طوغ أكواش. صفة كاملة. مستحبة. اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. بيغمبارم صلى الله عليه وسلم قزريشتو شتار غسلر. نعم، أولا لابد أن يغسل الفرجين القبل والدبر. يا براو يتحجنر يعوراتر يبهمجي يبهمجي. ينوي بقلبه. نيترق يشتنر. يسمي يقول بسم الله. أبي يوجج بسم الله جئنر. يغسل الكفين. يأخر يتحجنر. يتمضمض يستنشق يستنثر. أنديزم هدو يجمرا يبمرج دي غجحنر. يغسل الوجه. ينابر يتحجنر. يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى مع المرفقين. يجمرا أبي وجج يأسما قمرا يتحجنر. يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين. أبي وجج يشحر يتحجنر شحات سمخ أبحو يتحكو مخميخ جحو. ثم يغسل الشق النصف الأيمن كاملا. أبي وجج يأبشبقر يثنق ويجري يتحجنر. ثم يغسل الشق الأيسر كاملا النصف. أبي وجج سمقوري يتحجنر. ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. أبي وجج ساقوى يجري يتحجنر. أبي وجج ساقوى سمقوري يتحجنر. يخرج بهذا يصلي. أبي وجج أنديز يمشتو أبجاز فجاو نمز يشخنوش. الصفة الثانية للاغتسال صفة سهلة ميسرة. يطوانو قاكور أرنختنش. ينوي بقلبه. نيتري يقوم ريحها. يسمي يقول بسم الله. بسم الله جيئة. ثم يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. أبي وجج أبشبقر بصورية حجر. مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. يجمرة يبمرج دي غجحر. يخرج بهذا وصلي، لا يحتاج يتوضأ. أبجي أنديز يمشتو نمازي جمخو.